نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد اخر شيء احنا اخذناه بالمحاضره الماضيه كان الريموف، صح؟ شفنا كيف نعمل ريموف فيرست. هاي لما امحي من الهيد ريموف فيرست، تخيل انت عندك ليست، عندك لينكد ليست فيها هيد وتيل، بدك تمحي دائما اول واحد. هذا الفانكشن لما تستدعيه دائما بمحي لي اول واحد بغض النظر شو القيمه اللي فيه. فبالتالي اول شيء بشوف لي اياه اذا انه مش فاضي، اذا الليست مش فاضيه. بعديها البي بتساوي سيلف دوت هيد، هاي الحركه بنسميها احنا بنمسك النود اللي بدي امحيه، هيك بعمل بوينتر بيأشر على النود اللي بدي امحيه. بعدين بغير الهيد، الهيد بصير تأشر على اللي بعديها، فبصير الهيد يأشر على اللي بعديها، يعني اللي بعديها هي بتصير اول وحده، واللي بدي امحيها بصير أشر عليها بمؤشر اسمه بي. بعمل بي بتساوي نون، بعض الكتب بحطوا بي بتساوي نون، بعض الكتب ما بيسووش شيء خلص هيك على اعتبار انها انمحت. في بالبايثون ايش بنسميه جاربج كوليكتر، هو الجاربج كوليكتر هو اللي بتولى الامور هاي كليات انه يخلص الميموري من شغلات اللي ملهاش داعي. بعدها بنقص سايز بواحد، وهاي الخطوه مهمه جدا انه اذا كان السايز صفر بصير الهيد نون. بالحركه هاي اذا كان السايز واحد لما تعمل السيلف دوت هيد بتساوي سيلف دوت هيد دوت نيكست بتصير نون، لانه اخر واحده دائما نون. لكن مشان اضمن انه التيل كمان تصير نون لازم اعمل الخطوه هاي بالريموف لاست. الريموف لاست هاي الفانكشن عباره عن طريقه بحيث انه امحي دائما اخر واحد، اخر واحد بيأشر على التيل. ما في مشكله بقدر امحي مباشره، لكن لما اجي امحي مباشره ما بقدر ارجع التيل على القبلي، فبالتالي احتجنا لوايل لوب من الهيد لقبل الاخير. فبالتالي بالنسبه للوايل لوب هاي في بوينتر اسمه بيمشي من الهيد للثانيه 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 لحتى ما البي دوت نيكست لا تساوي سيلف دوت تيل. هذا الشرط معناه ومهم جدا تعرف معناه، لانه مشان لما نيجي بالامتحان ونسالك سؤال واقول لك اكتب لي كود باللينكد ليست بيساوي 1 2 3 4 بدك تكون عارف شو بدك تعمل بالوايل لوب اذا تحتاج لوايل لوب. كل حرف بالوايل لوب بيختلف. فبي دوت نيكست لا تساوي سيلف دوت تيل مقصود فيها انه راح يظل يمشي لحتى ما يوقف على قبل الاخيره. فالبي لما تخلص الواي لوب هاي راح تكون قبل الاخيره، وهذا اللي بدي اياه، بدي طريقه بحيث انه اوقف بوينتر على قبل الاخيره. فبالتالي لما تخلص الواي لوب هاي بيكون البي واقفه على اخر وحده. بعدها بقول سيلف دوت تيل بتساوي بي، يعني المقصود فيها هون التيل بطلت اخر وحده صارت قبل الاخيره، اوكي. وهون بقول سيلف دوت تيل دوت نيكست، هي سيلف دوت تيل ساعات بتاشر على قبل الاخيره، نيكست بتاشر على الاخيره، بتاشر على الاخيره فيها عنوان النود الاخير. لما اقول سيلف دوت تيل دوت نيكست بتساوي نون معناته الاخيره راحت، بطل في شيء ياشر عليها، وقبل الاخيره صار النيكست تبعها نون. وبعديها بعمل سيلف دوت سايز ماينس ايكوال واحد. فبالتالي بالحالة هاي بالرموف لاست بيمحي لي آخر نود وبرجع التيل لخطوة لقبل الأخير. فيعني الفانكشن هذا مهم جدا نعرف شو التفاصيل تبعته. هاي العملية بنسميها iteration، كيف يعني نمشي باللينكد ليست نود نود لحتى ما نوصل النود اللي بدك إياه. النود اللي بدك إياه بتحط الشرط اللي بتنطبق عليه هون بالوايل لوب. وانس انك عرفت شو الشرط حطه بالوايل لوب بصير امورك تمام. لما تخلص الوايل لوب هاي بيكون النود اللي انت بديت فيه اللي هو الكي موقف على النود اللي انت تتعامل معه اللي بدك تستخدمه. فبالتالي بالطريقة هاي احنا نعمل الايتريشن هاي. هسه كخطوة ثانية كمان، اوكي خلينا لو نروح على السلايدات. اوكي
شفنا كيف نمحي آخر نود. هسه خلينا نشوف مثلا كيف بتمحي نود بالنص. أوكي، نفرض على سبيل المثال عندي لينكد ليست فيها 4 نود مثلا. أوكي، هاي 3 وهاي 4. أوكي، وهاي آخر واحد بالصورة هاي، هاي التيل وهاي الهيد. وفي أرقام بغض النظر إيش الأرقام هاي، لنفرض مثلاً إنه هاي 7 وهاي 23، هاي سالب 5 على سبيل المثال، وهاي 10. وبدي أمحي النود اللي فيه سالب 5، هاي بدي أمحي النود هذا اللي هون. هسه مشان أمحي هذا النود اللي هون، اللي لازم أعمله حسب اللي بنعرفه، بدي أشبك اللي قبليها بالبعديها، بدي أشبك اللي قبليها بالبعديها. يعني النود اللي فيه 23 بدل ما يصير أشر على النود اللي فيه سالب 5، راح يصير يأشر بالحالة هاي على هالنود هذا. هسه هون إحنا لأربعة بجوز سهل أكتب الكود نيكست نيكست من الأمور هاي كلياتها، لكن احنا نكتب كود لأي لينكد ليست، يعني ما بنعرف وين النود هذا اللي بدي أمحيه. أنا لقيته ماشي على عيني وراسي، بس بدي أمحيه، ما بعرف كم نود موجود عندي باللينكد ليست، ممكن 10 ممكن 20 ممكن 1000 ممكن 2000. وهي ذكرنا بجوز أعتقد فيها محمد العفيفي إنه أنا ما بعرف عدد النودز تبعات اللينكد ليست، فبالتالي كوني ما بعرف عدد النودز تبعات اللينكد ليست فلازم نكتب كود بشكل عام. فبالتالي بالحالة هاي والطريقة صحيحة، كل ما هنالك أنا بدي أشبك النود اللي بعديها بالنود اللي قبليها بالنود اللي بعديها وبس، هذا بدي أعمله. بس كيف بدي أعمل الحركة هاي؟ كيف بدي أعمل الحركة هاي؟ بس هالحركة هاي بعملها الواي دكتور بزبط. أكيد بدي أعمل وايل، صحيح. كيف بدي أعمل وايل؟ ممكن تساعدينا؟ هاي الطريقة مختلفة عن ال remove last شوي، بس أحكي لي كيف ممكن نساوي. يعني دكتور بدي أعمل أنا وايل بحيث إنه أول إشي أعرف إيش رقم النود اللي بدي أستخدمه. دائما بالوايل بنبنى من الهيد، صح ولا لا؟ فبالتالي النود اللي بدك تسميه مثلا على سبيل المثال اسمه بي مثلا، هاي بي بتساوي الهيد، هاي اول حركه. بعدها شو بدي اظني اساوي بهذا البوينتر؟ لوين بدي اوقفه؟ بدي اوقفه لعند النود اللي انا بدي اللي قبل الاخير اللي بدي امحيه، مش اللي بدي امحيه للي قبله، يعني لهون. بصير هون. اوكي يس. طيب بعدين بدي أخليه أشر على التيل، أو مش على التيل، على النود اللي بعد النود اللي فيه سالب 5. يعني الـ p.next شو بتساوي؟ الـ p.next هاي اللي هون شو ده صير تساوي؟ ip.next شو بدك إياها صير تساوي مشان صير تأشر على البعديها؟ مين ساعدنا؟ p.next.next 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 هيك p.next وينها؟ هيها .next هيها. فبالتالي p.next بصير p.next.next بصير هيها هون. طيب هذا الكود بيزبط بحالات، بس في حالات ما بيزبط فيها. ممكن تفكرين بحالة ما بيزبط فيها أو بيعطيني خطأ عليها؟ في حال كان عندي نود واحدة. إذا كان عندك نود واحدة شو بدي يساوي؟ هيك بطلع برا الرينج دكتور. يعني بالضبط بطلع برا الرينج بالضبط. ما راح اذا يعني انتم بتعملوا فيها على اساس انه والله بطلع برا الرينج، صح بطلع برا الرينج بصير يعطيني ايرور. اوكي بس بتعطيني 90% من الحالات بتعطيني اياها بصحيحه هاي الخطوه. الافضل من ذلك انه بدل
ما أعمل one pointer بيأشر على النود اللي بدي أمحيه أو النود اللي قبل اللي بدي أمحيه، بعمل two pointers. أوكي؟ بعمل two pointers. هاي ال P هون وال C هون على سبيل المثال. هاي صار في عندي two pointers. دائماً ال C وال P وراء بعضهم. ال C قبل ال P دائماً. هسه بنشوف كيف ال while loop لا الشغلة هاي. فالسي بضلني أمشيها والبي بمشيها ورا السي، بوقف السي عند القيمة اللي بدي أمحيها سالب خمسة. فبالكود هسه بنشوف كيف البي بتكون واقفة على النود القبلي. أوكي، هسه بكل بساطة بقول البي دوت نيكست بتساوي سي دوت نيكست فقط لا غير. اوكي، هسه هاي الجزء الثاني الدوت نيكست هذا الثاني ممكن يسوي لي مشاكل ب 10% من الحالات، 90% من الحالات صحيح ما في مشكله، لكن 10% من الحالات بيسوي لي مشاكل. مشان ما يسوي لي مشاكل بدي استغني عنه بطريقه هاي بي دوت نيكست بتساوي سي دوت نيكست، فبالتالي هاي صار البوينتر هون، فبالتالي هسه بقدر امحي النود هذا بكل بساطه ما فيها ايات مشكلة. اوكي، هاي كانت النود الاخير، كانت النود الاول، كانت بالنص، الكود هذا بيعطيني دائما صح. اوكي، فبالتالي كيف بدي اعمل تو بوينترز بيمشوا ورا بعضهم البعض؟ خلينا نروح للسبايدر ونشوف الطريقه هاي كيف راح نسويها. الفانكشن هذا اللي احنا عملنا بنسويه مشان نمحي نود بدي او بعرف قيمته، فبالتالي def remove زي هيك مثلا self فاصلة element remove self فاصلة element. الelement هو الداتا اللي بدي امحيها، الداتا للنود اللي بدي امحيها، يعني بدي ادور عليها اول شيء، once اني لقيتها بدي امحي النود هذا. اول شيء بتاكد انه اللينكد ليست عندي مش فاضي، فبقول if not is او self dot is empty. هاي دائما قلنا لازم نتاكد منها ونكتب الكود بناء على انه في عندي نود. هسه عملنا انه او تاكدنا لما يكون هون معناته احنا متاكدين انه اللينكد ليست تبعتي مش فاضيه، فبالتالي هسه بدي ادور على النود، وانا بدور على النود بدي اعمل تو بوينترز سي وبي. سي بيأشر دائما على النود اللي عمالي بفحصه لحتى ما اوقف على النود اللي فيه الداتا تبعته نفس قيمه الاليمنت. فبالتالي بالحاله هاي نكتب كالتالي سي بتساوي سيلف دوت head والp بتساوي none. الp يعني اختصار ل previous القبل، والc current هيك اعتبرها الحالي واللي وراء، الc الحالي والp اللي وراء. فبدي امسك اول واحد الhead بالc واللي وراء بده يكون none، ما في شيء قبل الhead. هسه هون شو بدي اقول له؟ while الc dot data، احنا سميناها data ما استخدمناش الداتا كثير، underscore underscore data data equal equal element. اوكي، شو معنى هذا الشرط او لا تساوي؟ يعني طول ما هو seed data لا يساوي element، يعني انا قاعد مالي ببحث عن النود اللي فيه الاليمنت، قيمه الاليمنت هاي. كل مره شو بدي اساوي؟ البي بتساوي سي، هيك الخطوات. اوكي، والسي بتساوي سي دوت نيكست كابيتال ولا سمول كابيتال نيكست، طلع عليها هاي. هسه الواي لوب هاي لما تخلص، لما تخلص او لما الشرط هذا يصير ايرور، معناه انه سي دوت داتا تساوي الاليمنت،
يعني بين قوسين السي بوينتر صار يأشر على النود اللي فيه الداتا اللي قيمتها نفس قيمة الإليمنت وبوقف. طب البي البي بتكون بتأشر على النود اللي قبليها. once إنه خلصنا من الواي لوب هاي معناته أو خلص من الواي لوب هاي طلع من الواي لوب هاي صارت عندي الحالة هاي. خلينا نرجع للسلايدات. صارت عندي الحالة هاي السي بتأشر على النود اللي فيه قيمة الإليمنت والبي وراها. شو اللي ضمن لي إنه البي وراها؟ الكود اللي أنا كاتبه. الكود اللي أنا كاتبه مش غلط لو تتبع الكود هذا على ورقة وقلم. أوكي؟ مش غلط لو تتبع الكود هذا على ورقة وقلم مشان تعرف كيف تتعامل مع الكود وتتبعه بحالة اللينكد ليست. فبالتالي الكود هذا لما يخلص معناته أنا وقفت على النود اللي بدي أمحيه والبوينتر اسمه سي والبوينتر القبلي أو النود القبلي مؤشر عليه باستخدام بوينتر اسمه بي. فبالتالي ساعات هون بكل بساطة بقول بي دوت نيكست بتساوي سي دوت نيكست فقط لا غير والسلف دوت سايز كمان سايز برايفت ماينس ايكوال واحد. اوكي ماينس ايكوال واحد وش راح تقول نيكست. اوكي فبالحاله هاي هيك انا محيت النود اللي انا بدي اياه او اللي الاليمنت الداتا تبعته نفس قيمه الاليمنت هاي. هاي بتقدر تسميها ايات متغيره انت بدك اياها يعني. فبالتالي بالحاله هاي لما تعمل مثلا my list to remove 10 معناته محالي اول نود في القيمه 10 هيك معناها. او my list to remove سالب 5 حسب السلايدات تبعتنا. فبالتالي بمحي لك النود اللي فيه سالب 5 بيشبك لك اللي قبليها باللي بعديها. هسه هون كمان لازم نتاكد انه الليست صارت فاضيه ولا مش فاضيه. لو اذا كانت اذا صارت فاضيه امورنا بتكون مشكله فيها. فبالتالي if size self.size equal 0 معناته لازم اعمل self.head بتساوي self.tail وبتساوي none. صح ولا لا؟ لازم اشوف السطر هذا وهذا ضروري انه اذا كان السايز صار صفر معناته الهيد والتيل صار لازم يكونوا صفار. وهون تقدر تقول else print list is empty فقط لا غير. هاي الفانكشن الريموف. فعندي ثلاثه رموفز. Remove من الـ first, remove من الـ last, و remove أي element بالنص. هذا الحالة هاي remove أي element بالنص بيشمل الحالتين هذول. فإذا الـ element لقى لك إياه بالأول بيشمله، وإذا لقى لك إياه بالأخير برضو بيشمله. أوكي؟ فبالتالي بالحالة هاي أمورك راح تكون تمام، يعني ما راح يكون في مشاكل. إلى غير بحالة واحدة بس هذا الفانكشن بيطلع لك إياه بيطلع لي مشكلة بحالة واحدة بس. اللي بدي إياه منك تعرف شو هي هاي الحالة وتحاول تحلها وتحكينا عنها بالمحاضرة الجاي. أوكي؟ في حالة معينة هذا الكود راح يسبب لي فيها مشاكل. إيش هي هاي المشكلة؟ هاي إيش هي الشغلة هاي؟ فبالتالي بالحالة هاي حاول تعرف شو المشكلة اللي بتسبب لك إياها بالمحاضرة الجاي. فبالتالي بالمحاضرة الجاي خلينا نشوف شو الآراء تبعتكم. إذا ما عرفتوش ذكروني فيها كمان محاضرتين ثلاث، خلي معكم شوية مساحة يعني لحتى تفكروا بالموضوع. ففي حالة بتعطيني عليها إيرور الشغلة هاي. أوكي تمام. إذا هيك شفنا كيف نعمل remove، شفنا كيف نعمل insert.
last, insert first, insert بدك إياه. فبالامتحان ممكن تجيب لك شغلات يعني بس تكتب الكود بشكل function على سبيل المثال. مثلا لو نرجع للسلايدات مثلا مثلا بالامتحان بقول لك مثلا معك اللينكد ليست التالية مثلا واحدة هي اوكي مثلا فيها 30 نود هاي التيل هون وهاي الهيد اول واحدة قلت لك مثلا مثلا فيها 5 17 وسالب 1 على سبيل المثال قلت لك هاي في عندي نود جديد بأشر عليه بوينتر اسمه بي اوكي وهذا النود مثلا فيه 20 قلت لك مثلا ضيف لي النود هذا قبل الاخير بحيث انها تصير 5 17 20 سالب 1 فشو الكود اللي لازم تكتبه لحتى تضيف هذا النود بالمكان اللي انا بدي اياه هاي واحدة من الشغلات ممكن اسالك اياها ممكن اسالك اقول لك مثلا ضيف لي هذا النود قبل ال17 او بعد ال17 ممكن اقول لك مثلا عندك عدد معين من النودز لنفرض انه مثلا 100 نود مثلا وقيمة الداتا لواحد من هالنود 17 وعندي نود في قيمة 20 بدي أضيف هذا النود بعد ال 17 هاي مشان تستخدم الوايل لوب يعني مشان تستخدم الوايل لوب فبالتالي بدك تعمل وايل لوب بحيث يعني توقف بوينتر على النود اللي فيه 17 مشان تقدر تشبك النود الجديد فإذا في عندك بوينتر هون على سبيل المثال C بأشر على النود اللي فيه 17 صار سهل انك تشبك البي بعد ال20 بينما اذا بدك تشبك البي قبل ال17 عفوا اذا بدك تشبك البي بعد ال17 بالحاله هاي الامور سهله لكن اذا بدك تشبك ال20 قبل ال17 هيك صعب ما راح تقدر فبالتالي السي هاي لازم ما تكون إذا قلت لك قبل ال17 لازم السي البوينتر هذا يأشر على نود قبل النود اللي فيه 17 أعطيتك هنت هون أنا بالوايل لوب شو لازم تكتب على النود اللي قبل النود اللي فيه 17 أوكي فبالتالي بالحالة هاي إذا كان عندي السي هون والبي هون سهل جدا إنه أشبك البي قبل ال17 فبدك تكون سمارت وين أوقف البوينتر بحيث إنه تسهل علي كتابة الكود وأقدر أعرف أكتب الكود كله هذا بالوايل لوب بدك تلعب بالوايل لوب لحتى تعرف شو اللي قاعد بصير بحط لكم تدريب عليهم مشان تشوفوا هل أو أنه تحاولوا تحلوا الشغلة هاي أوكي أو مثلا قلت لك ضيف لي على الأخير ضيف لي على الأخير أو ضيف لي على أول شيء صارت حفظ هاي موجودة بالسلايدات إذا سويناها ساعدكم شوي insert last أو insert first ما فيهاش مشكلة لكن لما تضيفه بالنص على سبيل المثال بدك تكتب كود من عندك بحيث انه تعمل وايل لوب لحتى تشبك النود هذا باللينكد ليست اللي عندك بطريقه معينه اوكي تمحي هاي الكود اللي هسه شفناه مشان تمحي النود اللي بدك اياه من اي مكان بدك اياه باللينكد ليست لغير انه حكينا في عندنا حاله واحده بس يعطيني عليها ايرور لازم نكتب لها كود لحال ونتاكد انه مش بالحاله هاي احنا مشان ما يعطيناش عليها ايرور غالبية الايرورز اللي بيصير مع الطلاب لما يجي يتعامل مع اللينكد ليست انه النود ما بكونش عامل له نون فبالتالي لما يجي يعمل وايل لوب بتشلف معه الامور هاي اكثر مشكلة كانت تواجه الطلاب فبالتالي دائما حافظ على انه النود اللي انت هذا الجديد على سبيل المثال او اخر واحد دائما نون اوكي طيب هسه هاي هاللينكد ليست هاي خلينا نرجع للبايثون هاللينكد ليست هاي اللي سويناها الكلاس هاي اللي سويناها هي عباره عن طريقه من الطرق اللي احنا سويناها لحتى نعمل داتا ستراكشر جديد اسمه لينكد ليست هسه اللينكد ليست فيها اكثر من فاريشن يعني اكثر من نوع
هذا النوع اللي أخذناه إحنا الساعات كنا نكتب فيه والأمور هاي كلها تمام، اسمها sequential أو linear linked list، sequential أو linear linked list أو single linked list، بعض الكتب يسموها single linked list. شو يعني single linked list؟ يعني كل نود إله pointer واحد بيأشر على البعدي، كل نود إله pointer واحد بيأشر على البعدي، الهيد بيأشر على نود، النود هذا في بوينتر واحد بيأشر على النود البعدي، النود البعدي في بوينتر واحد بيأشر على النود البعدي. شو يعني بيأشر؟ يعني بيحمل عنوانه، وهلو مجرا لباقي النودز كولياتها آخر واحد بيأشر على نون، النيكست تبعه بيأشر على نون. فبالتالي كل نود في جزئين أساسيات، داتا ونيكست. أوكي، داتا ونيكست. الهيد والتيل هذولا مش نودز، دير بالك، هذول بوينترز. في فرق بين النود وبين البوينتر. البوينتر هو عبارة عن متغير بيحمل ميموري ادرس، هاي البوينتر. النود لا، في جزئين، جزء اسمه داتا وجزء اسمه نيكست. يعني لو نرجع للسلايدات هون، ونطلع كيف شكل الهيد. الهيد هو عبارة عن فاريابل بيحمل عنوان أول نود. هسا أول نود في جزئين، داتا وإليمنت، داتا ونيكست. نيكست بتأشر على عنوان النود اللي بعديها. وهلو مجرد بدك دير بالك للشغلات هاي، للمسميات هاي، شو معنى بوينتر وشو معنى نود. السي بوينتر والبي بوينتر بيأشروا على نود، بيأشروا على نود. أوكي؟ مثلا أكثر شغلة كما بيقعوا فيها الطلاب، لما مثلا يكون عندي بوينتر اسمه أم، على سبيل المثال الأم هاي عبارة عن بوينتر، ما بيأشر على إشي، ما بيأشر على إشي بالمرة، نون. يعني أم بتساوي نون. لما تكون أم بتساوي نون، ما بقدر أقول أم دوت نيكست أو أم دوت داتا. ليش؟ لأنه ما بتأشر على نود. الام دوت نيكست والام دوت داتا معناته الام بتأشر على نود، في داتا وفي نيكست. لكن بالحالة هاي لما يكون الام نون، تيجي تكتب ام دوت داتا على سبيل المثال بتساوي 10، طب هو الام ما بتأشر على اشي، كيف تكتب ام دوت داتا؟ هاي الجملة صارت غلط، هاي الجملة صارت غلط، لانه الام نون، لازم الام بتأشر على بوينتر، على دا البوينتر هذا يأشر على نود لحتى تقدر تكتب جملة زي هاي. يعني تكتب هون p.data بتساوي 10، أوكي بصير. p.next بصير. هون لا، ما بصير. m.data ما في، m.next ما في. ليش؟ لأنه الأم نون، ما بيأشر على إشي. الأم هو عبارة عن بوينتر، والبي عبارة عن بوينتر. وبعديها كمان هون هسا الـ P بتأشر على النود هذا. لما أكتب P بتساوي None مثلاً، أوكي، الـ P بطلت تأشر على هالنود هذا. هسا كمان بقدر بعد السطر هذا، تحت السطر هذا، ما بقدر أكتب P.next ولا P.data. كان الـ P يأشر على هالنود وكانت الجملة هاي صح. هسا الـ P ما بيأشر على شيء، None. فبالتالي أكتب P.next بعديها ولا P.data غلط، ما بصير. إلا غير لازم يكون الـ P رد يأشر على نود لحتى أقدر أستخدم الـ P.data والـ P.next. فبالتالي بدك تكون حذر بالتعامل مع الـ pointers وكيف لما يأشروا على نودز لما ما يكونوا يأشروا على نودز. هاي واحدة من أكثر الشغلات ومن أخطر الشغلات اللي طلاب كثير بيقعوا فيها، يعني مو بيعرفوش عن لحظة معينة، بيعرفوش عن شو قاعدين كيف قاعدين بكتبوا كود أو إيش اللي قبالهم هذا. فبالحالة هاي احنا حكينا انه النوع هذا اللي حكيناه باللينكد ليست هو عبارة عن شيء بنسميه سينجل لينكد ليست. في عنا نوع اخر من اللينكد ليست، اوكي، بدنا نشوفه هالنوع الاخر هذا تبع اللينكد ليست. وين راحت هاي؟ اوكي، خلينا نحط كم سلايد جديد. تمام، وين راح الزوم؟
شو صار؟ اوكي هون تمام. اوكي في نوع اخر من اللينكد ليست هذاك سميناه سنجل لينكد ليست. سنجل لينكد ليست شكلها كالتالي: عندي نود زي هيك، في نود ثاني، في نود ثالث، رابع، نود خامس، قد ما بدك بالنودز حط. اوكي اخر شيء عندك التيل والنيكس تبعته بتكون نون. هاي التيل هون والهيد اول واحد. هسه هاي مشكلتها اللينكد ليست. هاي الهيد. اوكي هاي السنجل لينكد ليست مشكلتها كالتالي: اذا خرب او بالغلط غيرت قيمه نيكست لنود معين، هذا على سبيل المثال، اوكي اذا بالغلط غيرته القيمه هاي، اذا غلط بالغلط غيرت القيمه هاي، كل اللي وراه راح، كل اللي وراه راح، صح ولا لا؟ اذا غيرنا قيمه البوينتر هذا، اذا غيرنا قيمه النيكست هاي اللي هون، كل اللي وراها راح يروح. وهي شغله خطيره بالتعامل مع السنجل لينكد ليست، بتكون عارف كل خطوه شو اللي قاعد بصير. كحل بديل للسنجل لينكد ليست عندنا شيء ثاني بنسميه دابلي لينكد ليست. دابلي لينكد ليست، بالدابلي لينكد ليست شكلها بيختلف شوي عن السنجل لينكد ليست، والتعامل معها اسهل من التعامل مع اللينكد ليست، لكن ككود اكثر، ككود اكثر. فالدابلي لينكد ليست بدل ما يكون في بالنود قسمين بس داتا ونيكست، بالنود راح يكون في ثلاث اقسام. اوكي بالنود الواحد راح يكون في ثلاث اقسام: قسم لا داتا هاي هون، هاي قسم الداتا. اوكي وهذا القسم للنيكست نفسه. اوكي هاي النيكست ما فيها مشكلة، لكن هاي الجزء جديد، هذا برضو بوينتر بس للبريفيوس، بس للبريفيوس. فصار في عندي تو بوينترز لكل نود وداتا، ثلاث أجزاء. جزء في عنوان النود اللي بعده بنسميه next، جزء في عنوان النود اللي قبله بنسميه previous، وجزء للداتا. فبالتالي شكل linked list بالdouble linked list بيكون بالصورة التالية زي هيك: هذا بيأشر هون، هذا بيأشر هون، لو يعتبر انه فيها ثلاثة nodes، آخر واحدة none، وهاي بتأشر على القبليها، وهاي بتأشر على القبليها، وهاي آخر أول واحدة برضو نون. هاي الهيد هون بالحالة هاي، أوكي وهاي هون التيل. هاي شكل الدابلي لينكد ليست، كل نود بيأشر على القبلي والبعدي، كل نود بيأشر على القبلي والبعدي. هسا من الـ هون بالسنجل لينكد ليست، هون بالسنجل لينكد ليست هاي برقم واحد وهاي رقم اثنين. هل في حسنات للدابلي لينكد ليست؟ الجواب في كثير حسنات للدابلي لينكد ليست. شو حسنات الدابلي لينكد ليست؟ حسنات اللينكد ليست تبعت الدابلي انها اسرع شوي من السنجل لينكد ليست. كيف؟ لاحظ، اتذكر معي لما محينا نود الأخير بالسنجل لينكد ليست تيل، كنا نعمل وايل لوب من الهيد لقبل الأخير مشان أحرك التيل لورا شوي، صح ولا لا؟ قديش كانت الكومبلكسيتي للعملية هاي؟ حدا يقول لي. Big O of N دكتور. بالضبط Big O of N، كانت بس مشان أمحي آخر نود
كانت بيجو فان، كان لازم اعمل واي لوب تبدا من الهيد لحتى ما توقف عند قبل الاخيره، هاي بالسنجل لينكد ليست. لكن حاليا بالدبل لينكد ليست سهل ارجع خطوه لورا ولا لا؟ اصلا موجود دكتور البوينتر، بيكون اصلا بالضبط اصلا البوينتر صار موجود، هيو مباشره بقدر استخدمه لحتى احرك التيل لقبلي بخطوه، هيو موجود عندي هون البوينتر هيو، فبالتالي بقدر استخدمه لحتى ارجع ارجع التيل بالخطوه ورا، فبالتالي عمليه انه امحي اخر نود حاليا بتكلفني بجوف 1. هاي هو النقطه. النقطه الثانيه الدبل لينكد ليست، احنا قلنا بالسنجل لينكد ليست انه اذا ضاع نود، اذا ضاع بوينتر او نيكست زي هيك كل اللي وراه راح يضيع. لكن هون افرض انه هذا راح خرب، خربت الدنيا؟ الجواب لا، ضل بعد لسات المشبوكات. متى راح تخرب الدنيا؟ لما الاثنين يروحن، لما هذا تابع لنود تبع الهيد وهذا النود البعدي، فبالتالي هذول الاثنين لما يروحن خربت هالسعيه. بس يعني درجة الأمان والثقة بالدبل لينكد ليست أعلى، هيك المقصود فيها، إنه مش والله إذا خرب نود، إذا خرب بوينتر واحد خلص خربت كلياتها، لا بدك يعني اثنين يخربن والاثنين هذول يكونوا مع بعض، يعشرون واحد على قبلي وواحد على البعدي، تام إنه اللينكد ليست يصير فيها مشاكل. طيب هسا شو ممكن أساوي هون على سبيل المثال؟ مثلا افرض إنه عندي هاي بوينتر زي هيك بيأشر على النود هذا اللي هون، افرض ما فيش شيء ممحي، هاي هون مثلا اوكي وهاي هون الامور كلها تمام، هاي بوينتر بي بيأشر على هذا النود اللي هون، بس مشان ارجع لورا بقول بي تو the previous، هاي معناها النود هذا اللي قبليها، بي دوت نيكست معناته النود اللي بعديها، بي دوت نيكست النود اللي بعديها، دوت previous معناته هي نفس النود، فبالتالي ال P dot next dot previous okay previous بتساوي ال P، هاي أول خدعة، P dot next dot previous بتساوي ال P، وال P نفس المبدأ ال P dot previous okay dot next برضو كمان بتساوي البي، يعني بقدر اروح ارجع اقدم خطوه وارجع خطوه وارجع خطوه واقدم خطوه، هيك المقصود فيها، فالثنتين هذول متكافئات، بقدر اعمل زي هيك بي دوت نيكست، وراح نحتاجها بي دوت نيكست دوت بريفيوس وبي دوت بريفيوس دوت نيكست. لو قلت لك على سبيل المثال مثلا ضيف لي هاي نود جديد، اوكي خلينا نشوف سلايد جديد، هاي مثلا اللينكد ليست تبعتنا فيها مثلا تو نودز، اوكي هاي واحد هون وواحد هون، هاي نون وهاي بتأشر هون وهاي بتأشر هون وهاي كمان نون، وهاي الهيد هون اوكي وهاي التيل هون. قلت لك على سبيل المثال مثلا 10 وهي 13 او 31 اوكي، وهي في عندي نود جديد مأشر عليه اسمه P، هذا النود فيه 21 اوكي، هاي نون وهاي نون، وقلت لك اكتب لي كود عندي دبل لينكد ليست فيها تو نودز زي هيك، اكتب لي كود بحيث اني اضيف هذا النود اللي فيه 21 مأشر عليه بالبي بين ال10 وال31، يعني يصيروا 10 21 31، شو الكود اللي لازم اكتبه؟ مين يقول لي؟ بدي اضيفه بالنص هون بدي اضيفه، نقلوني شو لازم اكتب؟ وين رحتوا؟ دكتور بحكي انه انا عندي بي او الهيد دوت نيكست اوكي
الهيد دوت نيكست بتصير تأشر على البي دوت نيو نود. البي دوت نيو كيف يعني البي دوت نيو نود؟ لا للنيو نود قصدي دكتور. اللي هو ايش اسمه؟ اللي هو 21 اللي هو البي البشر عليه البي. فشو ايش الجملة هاي كيف بدي اكتبها؟ هيد هيد دوت نيكست ايوه بتساوي بي دوت نيكست بتساوي بي بالضبط. هاي خطوة اوكي. هاي شو معناها؟ انه السهم هاد بطل هون يأشر صح؟ صار يأشر هون. طيب هاي خطوة كمان خلاص خلصنا هيك بحكي ولا ضل خطوة بي... ثانية؟ لا ضل خطوة ثانية دكتور. بحكي بي دوت أيوة. نيكست بي دوت نيكست شو بتساوي؟ بتساوي عندي أنا ال بي دوت تيل أو بحكي تيل قصدك تيل تيل لحالها مش بي دوت تيل. هسا بدي أسألك سؤال دكتور. هسا إحنا ما بنقدر نحط إنه بوينتر دوت بوينتر صح؟ زي إيش؟ إذا مثلاً بي دوت سي بي دوت تيل هيك ما بصير. ما بصير بي هسا بي دوت نيكس بتساوي تيل. هاي شو معناته؟ إنه هاي صارت بتأشر هون صح ولا لا؟ هيك معناها صح؟ دكتور. طيب شو كمان؟ خلاص هيك شبكناها طلع التيل وين بعده بيأشر هذا؟ لازم ارجع احكي انه لازم ارجع احكي انه التيل رح يصير يأشر عندي انا على النيو نود. هي التيل لا هاي بدي هاي السهم يصير يأشر هون كيف؟ معناته بي دوت تيل لا تيل دوت دكتور قصدي تيل تيل دوت ايش هاي؟ previous بالضبط. تيل دوت previous شو بتساوي؟ شو بتساوي هاي وين تصير تأشر؟ بي دوت نيكست. ليش على البي دوت نيكست؟ بي دوت نيكست وين بتأشر الساعات؟ على التيل اللي قاعد تصير تأشر على نفسها؟ لا على مين دياها تصير تأشر؟ على البي صح ولا لا؟ بس فبالتالي ها بطل يأشر هون صار يأشر هون صح ولا لا؟ وبس في خطوة ناقصة اللي هي هاي بعدها none the previous للP وين رح يصير تأشر هاي؟ لازم ساي النود الثاني معناته هاي رح يصير تأشر على النود الأول. فكيف دخليها تأشر على النود الأول؟ هاي ثلاث خطوات. هاي رقم واحد هاي رقم اثنين وهي رقم ثلاث. ظل خطوة ناقصة. هذا السهم أي خطوة؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة فيهم؟ هذا بحكي دكتور بي بتساوي هيد دوت نيكست واحد. وهذا السهم رقم اثنين وهذا السهم رقم ثلاث. ظل عندي خطوة. شو هي هاي الخطوة؟ انه بدي اشبك هذا هون. هذا بدي اخليه كمان يصير يشبك هون. وكل نود لازم يأشر على البعدي والقبلي. لازم يأشر على البعدي والقبلي. هذا رقم أربعة. هسا شو الكود تبع رقم أربعة؟ مشان لازم اكتبه مشان يشبك لي اياهم مع بعض. بي دوت بريفيوس اكلوني. من وين طالع هذا السهم؟ من هون. هاي ايش هي؟ هاي البريفيوس تبعت النود هذا. طب مين بيأشر على النود هذا؟ البي. معناته بي دوت بريفيوس. بي دوت بريفيوس شو بتساوي؟ وين راح يصير تأشر معناته؟ على هذا النود. طب هذا النود مين بيأشر عليه؟ الهيد. وخلص صارت بي دوت بريفيوس بتساوي هيد فقط لا غير. بالحالة هاي نشبك النود هاي تبعت البريفاس بالهيد.
فدائما عند إضافة نود جديد بالدابلي لينكد ليست راح أضيف أربع أسطر، راح أضيف أربع أسطر مش واحد، أربعة. بالحالة هاي زي ما احنا شايفين مشان أضيف نود واحد بين تو نودز بالدابلي لينكد ليست نكتب أربع أسطر، بينما بحالة السنجل لينكد ليست هاي مثلا خلينا نقارنها هاي مع السنجل لينكد ليست، هاي عندي نود هيد و تيل، اوكي اوكي، هاي التيل هون وهي بتأشر على النود هاد، وهاي الهيد هون وبتأشر على النود هاد، اوكي. لنعتبر انه هاي هون فيها برضو 10 وهاي فيها 31، وهون عندي نود جديد في القيمة 21 ومؤشر عليه البوينتر اسمه P، هاي P مؤشر على النود هاد. قلت لك اكتب لي كود لحتى أضيف هذا النود هون بيناتهم، تصير 10 21 31، شو راح تكتب لي كود؟ مين يقول لي هون بالسنجل لينكد ليست؟ هاي سنجل لينكد ليست صارت يعني صارت لعبتكم سهلة جدا. الدبل لينكد ليست هذا موضوع جديد، فموضوع جديد هذا هو اللي هسات احنا قاعدين بنشرح فيه، كوننا بنشرح فيه معناته اللي السابق صار سهل. فكيف بدي اشبك هاي النود جوا هون بالنص بيناتهم؟ شو بدي اكتب الكود؟ واحد يقول لي نود ماركو سوي هاي هيك بيجي بالامتحان، بعطيك صورة بقول لك دبر لي حالك واكتب لي كود مشان اشبك هاي هون، مشان اقيم هاي هون، مشان اغير هاي، مشان احط هاي، اذا تكون عارف شو اللي قاعد بصير. فشو لازم اكتب مشان اشبك الكود تبع سينجل لينكد ليست هاي تحت 10 21 31 تصير؟ كيف بدي اعمل؟ هذا ينقلني يساوي بي، نختار عشوائي. يلا يا داليا. دكتور بدنا نحط هيد دوت نيكست تساوي بي. أنا مش سامع شيء. هيد دوت نيكست تساوي بي أول إشي عشان تصير ال. حدا غير داليا. سامعين صوتي أنتوا أو مبدئيا؟ الناس سامع. معناته من عندي الصوت. ولا سامعك يا زكريا. سامعين صوتي؟ دكتور سامعين. راح الصوت ثواني معناته. هيك كويس؟ الو؟ دكتور احنا سامعين. كويس؟ كويس كويس دكتور. ما بعرف اذا انكم سامعيني ولا مش سامعيني، بس الظاهر انه صار في مشكله، مش شو هي مش عارف شو هي، مش عارف قاعد بسمع صوتكم يعني. فخلص خلينا بنوقف المناته هون اليوم ونكمل بالمحاضره الجاي. الله يعطيكم العافيه.